معانا تليفون كابتن احمد ناجي. الو، كابتن جمال، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ انا تمام الحمد لله. الف مبروك يا كابتن احمد. ربنا يخليك كابتن جمال، الحمد لله كله تمام. مبروك يا كابتن. يعني يمكن الماتش الاولاني خلى اللعيبه تهتم شويه قوي بالماتش الثاني وتمسك على المباراه في الشوط الاول يا كابتن احمد، كان باين من وجوه اللعيبه مش كده؟ الحمد لله الحمد لله. معايا الاستاذ خالد طلعت بيسلم حضرتك. يعني سلمنا على خالد كتير العبقري. كابتن ناجي مساء الخير، ازيك؟ ازيك يا استاذ خالد، الف مبروك ابو الكباتن. كنت بقول لك الماتش الاولاني اثر، خلى الولاد يهتموا اكتر في التدريب، يهتموا اكتر. انت انت كنت لعيب كوره كابتن جمال، وعارف ان مش كل المباريات هتبقى زي بعض، او كل المباريات هيبقى شده اللاعبين زي بعض، او لا، في مباريات بيبقى ليها ظروف. وكانت بينهم قبل كده خمسه على ملعبهم، ما كناش يعني في حالتنا في بعض الصالات المباراه، ومع ذلك برضه ضيعنا اهداف كتير. لكن النهارده الحمد لله اللعيبه يعني كان مستعدين بشكل كويس، وربنا كرمنا بدري فالماتش ارتاح الحمد لله رب العالمين. كابتن احمد، عندك ثلاث حراس مرمى على مستوى عالي جدا جدا، يعني ليه بتختار واحد بس؟ تبقى فيه صعوبه شويه، قول لي الاساسيات عشان الناس بتسال بس ليه ده ما لعبش، ليه ده واحد بس؟ لو مثلا لو هم كلهم حراس دوليين وبيقدروا يلعبوا في اي وقت، لكن طبعا كان احمد ماشي الفتره اللي فاتت في المباريات اللي فاتت كان موقع، فطبعا لما بيبقى لعيب فيه لعيب موقع بقى كلنا بنسنده وكلنا نقف جنبه ويكمل يعني. لكن طبعا كلهم شريف عنده خبرات دوليه كبيره، نادي كمان عمل موسم جيد جدا مع سموحه في افريقيا السنه اللي فاتت، والدوري السنه اللي فاتت لعب نهائيات، لعب نهائي الدوري، لعب نهائي الكاس، كان من الحراس الموفقين. كمان جبنا محمد الشناوي، وعندنا في عواد، وعندنا في تعالي، وعندنا في محمد دسام، وعندنا حراس كتير يعني في الدوري قايلين عليهم، ما عندناش مشكله ان شاء الله في تحديد الشباب. طب ايه سر الحضن الاول المباراه ديت لاحمد شناوي؟ لا ما لازم نستفسر عن كل حاجه بقى يا احمد، عشان الناس في الشارع بتسال واحنا وانت بتجاوب فهم يعرفوا الموضوع يعني. لا هو طبعا بعد ما ادى التدخين بشكل جيد وخدت طبعا حاجه نفسيه، واتمنى التوفيق، كل مسؤوليته كبيره، وان شاء الله يعني احنا اهم حاجه في المباراه دي ما يجيش فينا اجوان عشان تتعرض علينا، وانت دورك هيبقى كبير حتى في الاداء الخططي يعني، تنظيم الدفاع وواجبات المراكز، اذا حد من السنترالات طلع حد من المحاور يستنى الباك العكسي يغطي يبقى يخش هو من الناحيه الثانيه. طبعا التعليمات العاديه اللي انت عارفها بتاعت الكور الثابته والحاجات دي كل ده هو في حضن يعني، فبتبقى فيها شويه حميميه شويه كده. طب الاستاذ خالد طلعت عايز يدخل معاك في الحوار. كابتن ناجي، ليا سؤالين بس بعد اذن حضرتك. طبعا اول سؤال، ليه ما كانش في طموح من اللعيبه في الشوط الثاني لزياده النتيجه؟ حسينا ان في حاله اكتفاء كده بعد الفوز 4-0 في الشوط الاول. بالعكس خالد كان في فرص صريحه سهله جدا من الشوط الثاني، شوط كتير يعني، مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. ممكن انا اكون معاك في ان الريتم هدي شويه وده طبيعي، تمام، لكن كم الفرص اللي ضاعت كم كتير جدا. تمام. السؤال الثاني برضه، انا شايف مستر هيكتور كوبر، انت عارف طبعا انا من اكثر المؤيدين ليه في مصر، لكن انا شايف نقطه برضه يمكن غريبه شويه، بيتاخر في التغييرات. يعني ماتش الذهاب كنا متعادلين ويمكن بعد كده تاخرنا، والتغييرات كانت كلها في اخر ربع ساعه. النهارده الحال معكوس تماما، كسبانين 4-0 ومباراه مريحه، كان ممكن برضه يبقى في تغييرات بدري، برضه التغييرات اتاخرت. فهل في سبب عند حضرتك؟ يمكن يكون عايز يدي ثقه للعيبه اللي في الملعب، يمكن يكون عايز يعني حد غلب كتير مش عايز يفقد الثقه فاخر التغييرات. لكن المباراه الحمد لله طلعت طبيعيه وطلعت نتيجه طبيعيه. تمام. لكن هو لا بالعكس، هو انت عارف قيمه مستر كوبر يعني، عارف انا عارف انت طبعا من المتابعين الجيدين. تمام. لمستر كوبر ولكل الناس، يعني لا بالعكس يعني هو راجل كبير ونتمنى له التوفيق ان شاء الله ونكمل معاه باذن الله حاجه حلوه. طب البرنامج بقى بعد المباراه ديت، البرنامج بقى عندكم ايه؟ انتوا فين دلوقتي؟ فتره طويله شويه للمباراه الاوفيشال الجايه في مارس، لكن عندنا ان شاء الله برضه هيتخلل كل شهر كده يومين ثلاثه معسكر او مباراه ودين ان شاء الله تكون مهمه لاكتشاف عناصر جديده، لان احنا نبقى يعني مقربين من اللعيبه، ما نبقاش فتره طويله ان شاء الله التخطيط هيكون جيد باذن الله. والورقه في شهر 6 كابتن ناجي خلاص نهائيا؟ دي نهائية، ودي حاجة كويسة لصالحنا يعني، عشان برضه الرانكينج بتاعنا ممكن يتحسن شوية في الشهر الجيم اللي جاي بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. كابتن أحمد ألف مبروك، وعايز أقول لك حاجة، أنتوا عملتوا حاجة مهمة جدا لمصر، إن أنتوا رجعتوا الجماهير تاني المدرجات، وأربع أهداف الحمد لله
فالناس مبسوطه جدا، الناس مبسوطه جدا جدا. ماشي ماشي يا محمد، ماشي. شكرا يا محمد، مبروك. جايز احمد فسر لنا لما جينا نقول له انت بتلعب مين وتخلي مين، فاحمد مش عايز يعني. طبعا هو بص يا كابتن جمال برضو يعني خلينا نتكلم بصراحه. تحديدا الثنائي احمد الشناوي وشريف اكرامي مستواهم الفني يمكن متقارب من بعض جدا، الاثنين ماشيين بشكل كويس سواء مع الاهلي والزمالك، بس بتبقى حته الاجهز في وقت المباراه، ممكن واحد اجهز من الثاني. ممكن مثلا شريف اكرامي برضو اخر مباراه امام المقصه كان فيه دخل مرمى هدف، بعض الناس حملته مسؤوليه الهدف فيمكن كان مهزوز شويه، ففضلوا ان هم يلعبوا بالشناوي في المباراتين دول. اعتقد هي الفوارق ما بينهم قريبه جدا، لكن الاثنين قادرين على حمايه عرين مرمى منتخب مصر. طيب